أستاذ أمجد، إيه حسابات جولة الإعادة والتحالفات والتربيطات بتبدأوا فيها ولا وبدأتوا بقى خلاص ولا مفيش في المرحلة دي؟ أنا في البداية بشكر حضرتك وأسرة البرنامج قناة الحياة اللي استضافتكم لأعضاء حزب الوفد، وطبعا شكر خاص لجهزة الدولة، معلش خد مني يعني، لا اتفضل، لجهزة الدولة لإدارة الانتخابات بحرفية ومهنية، وعلى رأسهم طبعا السادة القضاة والجيش والشرطة المدنية. نعم. وطبعا شكر خاص لأهالي دائرتي، دائرة أبو حماد والقرين، أحبابي وأهالية اللي وقفوا معايا وساندوني في المرحلة الأولى، وبشكرهم شكر عميق على الأصوات اللي نزلت في الصندوق، أصوات كلها شريفة ونزيهة، غير ملوثة بالمال السياسي ولا أي أموال. كل واحد حط صوته في صندوق، في صندوقي أنا، هو رايح لأمجد العزازي، مش رايح عشان مال ولا رايح عشان أي حاجة. أول تجربة ليك يا فندم ولا أنا؟ أول تجربة لي الحمد لله، وقعدت كنت 21، كنا عددنا 21 الحمد لله. أنا من الأربعة اللي وصلوا للإعادة. وكم حد في الإعادة؟ أربعة. أربعة على مقعدي. هنا بقى لازم هيكون في تربيطات. طبعا أنا بشكر ال 20 مرشح اللي خاضوا معايا، مش هقول معركة، المنافسة. المنافسة الشريفة الجميلة اللي كان يعني اللي كان بيننا المودة والمحبة والرحمة. خدنا المنافسة بنزاهية وشفافية جميلة. طلعنا بمكاسب للجميع. عظيم. طلعنا بمكاسب من كل المرشحين. وطبعا الثلاثة اللي قعدوا معايا انا بحترمهم احترام يعني كويس، واللي بيني وبينهم كلهم على مسافات واحدة. الثلاث مرشحين على مسافة واحدة بالنسبة لأمجد العزيز. بالنسبة للتحالفات والتربطات، انا بالنسبة لي انا بقولها، انا لسه ما خدتش قراري في التحالف مع مين. كل الثلاثة الموجودين معايا كلهم سمعتهم طيبة وبحترمهم وبقدرهم. طيب خلينا حضرتك تكلمنا شوية عن طبيعة الدايرة اللي بيحصل فيها المنافسة، ايه أولوياتك؟ هل في برنامج انتخابي انت طرحه للناس ولا ايه؟ طبعا البرنامج الانتخابي هي كوبي. يعني النهاردة نقول الفقر، الجهل، المرض، تحقيق العدالة الاجتماعية، لا للفساد، لا للمحسوبية. تمام. ده موجود، ده قراري يعني وبرنامجي. طبعا مشاكل الدايرة عندي كتير. في الوحدات المحلية، يعني أبدأها بالوحدة المحلية بالعباسة والملاك، ثم الوحدة المحلية بطويحر، والوحدة المحلية بالإزدية، والوحدة المحلية بالقطوية، والوحدة المحلية بالصوة، والوحدة المحلية ببحطيط والحلمية. كل الوحدات المحلية اللي موجودة بها مشاكل كثيرة. على سبيل المثال الصرف الصحي، يعني النهاردة احنا يعني بنعوم على بركة من الصرف الصحي، ودي مشكلة بتأثر على صحة الإنسان. في النهاردة الأمراض انتشرت من إيه؟ أمراض الكبد والفشل الكلوي، دي كلها بسبب المياه، بسبب المية الغير الملوثة والصرف الصحي. طبعا عندنا بلاد زي مثلا كفر حافظ وبني جراي والإزدية، بلاد كتيرة ما فيش فيها صرف صحي، ودي مأثرة علينا. النقطة الثانية بالنسبة في بعض أماكن إلى الآن ليس بها مدرسة ثانوي، ودي مشكلة كبيرة. يعني مثلا عندنا مثلا الوحدة المحلية بالعباسة والملاك، دي مش فيها مدرسة ثانوي. قرى كتيرة وعزب كتيرة بيعانوا، بيمشوا بأكثر من 15 كيلو عشان ابنه يوديه مدرسة ثانوي في أبو حماد المدينة. عندنا برضه في كفر حافظ وطويحر والشيخ جبيل وتل مفتاح، المنطقة دي كلها مش فيها مدرسة ثانوي. فين العدالة الاجتماعية؟ يعني فين العدالة الاجتماعية؟ البلاد زي كده محرومة من مدرسة ثانوي. دي مشاكل، يعني مشاكل بلدي. هتكلم في جزئية مهمة جدا، استسمح حضرتك يعني تاخد جزء من الوقت. فضل. يعني النهارده مشكلة التوك توك ده مشكلة عامة. أنا عندنا في مركز أبو حماد والقرين مشكلة كبيرة جدا. بمعنى إيه؟ يعني النهارده في آلاف التكاتك موجودة. التوك توك ده ليه صاحب، والتوك توك ده ليه سواق. فين حق السواق؟ وفين حق صاحب التوك توك؟ فين حقه في التأمين الصحي؟ فين حقه في الرعاية الصحية؟ فين حقه في المعاش؟ النهارده لما أقنن، أنا بطالب إن شاء الله بتقنين أوضاع مالكي التوك توك. طبعًا دي يعني قطاع عريض من الشباب يمتلكون التوك توك. طبعًا فين حقوقهم هنا وفين العدالة الاجتماعية؟ شركات الدولة عايزة تقلل الظاهرة دي برضو شوية نظرًا لمشاكلها. إحنا مش هنقللها، إحنا هنقننها حضرتك. نقننها. تقنين أوضاع مالكي التوك توك.
ان احنا نحط لهم اوضاع. النهارده يعني زي مثلا الميني باص والميكروباص يقول لك الترخيص واقف، احدد مثلا كل مركز ليه عدد، مثلا مركز عمري مثلا ياخد 5000 توك توك مثلا يعني بالكره اللي حواليه، ابدا اقننها لما اوصل الحد ده ما رخصش تاني. مفهوم.